أرواح لجمها القهر، مجبولون على الصبر، المجهولين في الأرض والمنفيين خلف قضبان الزنازين. إنهم الأسرى الفلسطينيون الذين التهم قيد الظلم أعمارهم ولم يبرحوا عن طرق جدران الحرية وتحدي سجانهم بملء أصواتهم، موقنين بأن ليل المحتل الواهن لا بد أن ينجلي مهما طال الزمان. الأسرى عندما يبدأ الإضراب يبدأ به لأنهم فشلوا بالحوار وفشلوا في النقاش مع مصلحة السجون لتثبيت الواقع على ما كان عليه. وأيضا كما قلنا اليوم مصلحة السجون وسياسة الاحتلال هي مختلفة عن السياسات السابقة. اليوم عنوان كل وسائل الإعلام تجند بالتحريض على الأسرة، اليوم الإسرائيلية كل وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن الأسرة وتحاول أن توسمهم أو تطبع على صدورهم وسم بأنهم إرهابيين. نحن نقول بشكل واضح أسرانا هم أسرى حرية، أسرى يكفل لهم نضالهم القانون الدولي، شعب محتل مطلوب أن يقاوم بكل الوسائل لانتزاع حريته وحقوقه. أنا أقول الإضراب صعب جيد جدا وسيكون قاسي هذا الإضراب، ولكن سنجعله غير قاسي وغير صعب إذا شعبنا التحم مع المحتل. تمارس مصلحة سجون الاحتلال أقصى أنواع الاضطهاد بحق الأسرى الفلسطينيين المتمثلة بالتعذيب وعزلهم عن العالم الخارجي عبر التشويش على الإذاعات وكذلك حرمانهم من ذويهم، ناهيك عن الإهمال الطبي المتعمد الذي راح ضحيته الكثيرون دون أن يحرك الاحتلال ساكنة. الأسرى المرضى، عدد الأسرى الآن داخل السجون الإسرائيلي 4450 أسير فلسطيني، منهم 1200 أسير مصابين بالأمراض العامة مثل الضغط مثل السكري، يوجد 22 حالة مصابة بمرض السرطان، يوجد 17 حالة مقيمة إقامة دائمة في عيادة مستشفى الرملة، وهؤلاء يوجد لديهم فشل كلوي، يوجد لديهم بتر في الأطراف مثل ناهض الأقرع ومنصور موقدة. وأخطر هذه الحالات المرضية هي حالة الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان، والآن تم اكتشاف أنه يوجد في الدماغ لديه 1.5 سنتي كتلة يعني سرطانية، مما يندر يعني بالتخوف على حياة الأسير ناصر أبو حميد. حتى الموت لا يشفع للأسرى الفلسطينيين بالتخلص من بطش المحتل الذي يحتجز جثامينهم حتى تنتهي أحكام المؤبد الجائرة التي فرضها عليهم وتحتاج لانتهائها عمرا فوق أعمارهم. فيما يتعلق بجثامين الأسرى المحتجزة فهذه سياسة جدا خطيرة. دولة الاحتلال الدولة الوحيدة التي تسجن الأحياء والأموات، فهي تصر على سجن أيضا جثامين الأسرى إلى أن تنهى محكومياتهم، وهذا أمر خطير. دولة الاحتلال قتلت في سجونها وتوفى في سجونها واستشهد في سجونها 301 شهيد بسبب سياسات التعذيب والإهمال الطبي، ولا زال في مقابر الأرقام لدى دولة الاحتلال ما يزيد عن 336 جثمان لشهداء جزء منهم من الحركة الأسيرة. وبالتالي نحن نتحدث عن انتهاكات وتصل إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتطلب تدخلا من المجتمع الدولي وتدويل قضية الأسرى والمعتقلين حتى يساءل الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى في سجون الاحتلال. وسط وابل من صياط القهر والظلم يخوض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة معارك حامية الوطيس مع جلادهم في سبيل انتزاع حريتهم المسلوبة. سنابل الغولي، وكالة خبر غزة، فلسطين.